مخرج اطفال المخيم يعني هذا الطفل وتيبوس في الاخر. اختي انت ملي ما قدرتش تبداو ديك البحر علاش مصيفطاه مع شي واحد اخر؟ هذه اولا تربي خصهم يبداو بكم نتوما الاولى. هذاك ما نهضرش انا على داك البيدوفيل باسكو انا البيدوفيل بالنسبه ليا يدير له الخسي الكيميائي. شنو هو الخسي الكيميائي؟ واحد تيغتصب في ولادنا وكيلعب لنا في ولادنا في البحوره ويلعب في ولادنا في الحماحم ويلعبوا في بلادنا في السواخات باي صفه باي شرع. فقت مع عليا ما بيات انا النهار بدا تيجيني واحد الفيديو قال لك سيدي واحد مدرب مدرب عدلات مخرج اطفال المخيم مخيمين هما ولاد اناسي ومخيمين في الدار البيضاء كملنا وجمعنا خصنا ناكل لا غلاص باش نبرد لانني سخون حنا جايين تطلع ليا راجل ما هو راجل حقاش هذيك ماشي رجوله راجل سيدي لقيتو جالس تتشنطقم مع لي شير وبديت نشوف ما عرفتش واش نقول واش نهضر واش باش نتكلم واش نقول. قوم سيدي قال لك العيالات المقدات لوالدين مصيفطين ولادهم يتبحروا مع واحد. اختي انت ملي ما قدرتش تبداو لديك البحر علاش مصيفطاه مع شي واحد اخر؟ هادي اولا لحقاش الا ما عندكش القدره اختي باش تبداو ديك دير البحر وتمشي ديه تصيف جلسي قدامك عمري له البستيله ديال الماء البستيليه ديال الماء ولا ما برداتوش البستيليه ديال الماء ضرب ميمو بالتيو شي برد باش يبردو عليه كلشي. هادي الاولى علاش ما كتعلموش ولادكم بان ماشي بزاف ديال الحوايج في الحياه انني يمكننا نديروهم ملي ما قادينش على الولاد علاش تولدوهم بحال دابا كتكون امراه مسميه راسها جيجي كيفاش بغيتيها جيجي تطلع الولاد ما تبقاوش تجيو تقولوا في الاخر لا واش تي ودابا وخصنا الترابي وخصنا بوكو تشوز الترابي خصهم يبداو بكم نتوما الاولى لان ما كنتوش نتوما مربيين الوالدين ما يمكن لكمش تربيو امه الا ما ربيتيش نتي راسك كأم ما كتعرفيش تهضري ما كتعرفيش تنطقي ما كتعرفيش حتى تعبري على ارائك. كيفاش بغيتي تخرجي هاد الامه؟ كيفاش بغيتي تخرجي هاد المجتمع؟ كيفاش بغيتي تخرجي هاد الطفل؟ وكنشوف الولد جالس يتبوس يعني موالف اغتصاب في وضح النهار يعني هاد الطفل وتيبوس في الاخر يعني هاد الولد هذا راه موالف تي عنده عاديه موالف ماشي كنبرر بالعكس ان هذا خطر جمهوري وليني الطفل عنده مساله اللي هي عاديه يعني بالنسبه لي ان جيست اللي هو نورمال. شكون المسؤول؟ انت كأم وانت كأب اولا. ثانيا هذاك ما نهضرش انا على داك البيدوفيل باسكو انا البيدوفيل بالنسبه ليا جوابه كيكون واقعي وثابت. البيدوفيل شنو خصو؟ خصو يدير له الخسي الكيميائي. شنو هو الخسي الكيميائي؟ كنخويو لهم وخليه. مي هضرت على الموضوع طلعوا شي اشباه عيالات بحال جيجي اللي بزاف على امهم يكونوا عيالات بحال هاد جيجي هادي جمجم وجه الجمل. قالك وانت اللي كتشجع على الجنس. انا ماشي مسؤول الا كنتي جاهله بحال جيجي وما كتفهميش كلامي. انا ماشي مسؤول الا كنتي روفيكس وعقلك تيفكر غير في الجنس المنسخ بحال جيجي وجه الجمل. انا كنهضر على مساله مهمه واساسيه اللي هي التربيه على الصحه الجنسيه. لان كنت ربى هاد الولد على الصحه الجنسيه وكيعرف بانه ما يمكنليش نبوس واحد من فمه كيف ما بغى يكون راجل صغير كيف ما بغى يكون ما يمكنليش نبوسو من فمه. وهذا هو التربيه على الصحه الجنسيه. ولاني مادام عندنا امهات بحال جيجي وجه الجمل شدوق الناقه غادي تخرج لنا
عواضل اجتماعية بحال اللي عندنا داخل المجتمع. وهذه هي الطامة الكبرى اللي حنا عايشين. ما تبقاوش كتسألوا الإخوان علاش عندنا الظواهر الاجتماعية، تسألوا علاش عندنا أمهات غير ملائمات على أنهم يكونوا أمهات. من كتكوني أم ليس لك دور وما كتعرفيش تقومي بالدور ديالك كأم بحال جيجي وجه الجمل شدوق الناقة، ما توليش بركة عليك غير انت زايدنا في المجتمع بهواك. وحدة قلت لي الحمد لله على أوروبا اللي قبلت عليك. أنا فرد بناء في أوروبا، كنخلص ضرائبي في أوروبا وكنزيد قيمة مضافة للأوروبيين، وحمد ربي على أوروبا إيه اللي قبلت عليا، حقاش ما بقيتش كنتنفس معك نفس الهواء المصخ بحال مثالك ومثال جيجي وجه الجمل. لأن أومو بقيتش نشم ريحة النفاق. هنا عندهم كحل كحل بيض بيض، ماشي بحال جيجي. ما هي امرأة، ما هي أم، ما هي مثقفة، ما هي كتعرف تهضر، تعبة غير مطلوقة غير ناقة وغادة، وتلقاها هي تتهضر على العكار وهي تتهضر على ستاك لويس فيتون وتتهضر، وهي مسكينة راه ما فاهمه حتى حاجة. مسكينة يسكنوها الجمال والبغال إن شاء الله بحول الله، لأن ما محتاجينش عيالات بحال جيجي اللي عندي دابا في التيك توك. محتاجين العيالات اللي يكونوا مقدات، ما محتاجينش العيالات اللي هزين السكن ديال لوي فيتون وهزين السكن ديال إغماس. محتاجين العيالات اللي هزين وليداتهم صليبات، عيالات مقدات كيعرفوا كيفاش يهضروا، عيالات مقدات اللي كيعرفوا ما معنى مسؤوليه انك تكوني ام. ماشي مسؤوليه على انك تبزي مع واحد مثالي تلاقيتي به في تالي الليل، انت سكرانه كنتي بحال جيجي وتلاقيتي براجل في نص الليل ولا خصنا نقدوا الغلط غادي نولدوا ولد جيجي، بيان سور كو غادي يعطيني ضحيه اجتماعيه بحال اللي شفنا اليوم في الفيديوهات. والضواحي الاجتماعيه او الضحايا الاجتماعيه ما اكثرها في مجتمعاتنا. دوك ما تبقاوش تعجبوا الا شفتوا المناظر ديال لابيدوفيلي او الا شفتوا مناظر ديال الشذوذ اللي كيدوروا داخل المجتمع، لانها نتاج ديال تربيه فاشله كتعتمد على الظواهر وعلى السوشيال ميديا وعلى التلفازة. على طفل من كيجي يهضر معاك أمو أجيجي يصدق الجمل قليلة الترابي وقليلة العفة، كتقولو سير خلينا كنهضر مع صاحبتي ولا أنا كنشاطي، ولا كيجي يهضر مع باه اللي تلقاتو جيجي في تالي الليل في الدرب كحل ما كيخرش، تلقاو على الطاسة والقرطاسة وفي الخ داروا الغلط، قالك خصنا نصلحوا الغلط، خصنا نولدوا هذا الولد، ولد جيجي خص يكون عنده السمية وعند السمية الأب، ويجي عنده ويقول له دابا سير عليا أنا دابا كنشوف كورة واش أنا قدي قدك. وهنا كنكونوا واحد الناس اللي هما غير لائقين على أننا نكون آباء ونكونوا أمهات. ربي وليداتكم البنات، وقبل ما تفكروا على انكم تكونوا امهات تعرفوا شنو هي المسؤوليه ديال الام. كلاب مربينهم ومسؤوليتهم ما تصوروش شحال في هذه المسؤوليه. كتبغي تسافر غير يومين تقول فين يمكن لي نخليه. كلب كما اللي خاصو الماء وخاصو ما ياكل وحاجه يكون فين يبعر، فما بالك يا اخوان على انكم تكونوا امهات ديال المستقبل. ما عندكش فلوس اختي ما كاينش، ما كنموتوش لما هبطناش للبحر. احنا جالسين في 36 درجة في ميلانو بوحدنا تنطنطنو تنطلعو وكنهبطو، وجالسين وعابرين شبر وحامدين عليه الله. لحقاش ما عندناش امكانيات تكون عندنا دار في البحر ونقصو في البحر. لحقاش ما خرجناش نهبو خدامين بكرامتنا وخدامين بعرق كتافنا، ولا قبضنا جوج ديال الريال كنقبطوهم بعرق ديال كتافنا كنحللوهم ماشي كنحرموهم بحال فلوس جيجي وجه الناقة. ما عنديش فلوس نجلس في داري، ما عنديش كي ندير نخرجك انا ونهبطك للبحر تجلس حدايا تقرا كتاب تعلم حرفه تدخل معايا حتى في التسياق ما فيها باس، ولكن تجلس حدايا قدام عينيا كنشوف فيك. ماشي نصيفطك انايا عند التراس عند مكبوت يلعب فيك ويبوز فيك في الزناقي بحال عادي، زعما مساله اللي هي عاديه شتمتي تبوسوا لي يما بمساله اللي هي عاديه جدا. وليني بالطبيعه لان جيجي اللي هي امو موالفه كتباس في الزناقي في نصاصات الليل ونكود كول ان كود كول على واحد الحاجه اللي هي
زدنا فيها، زدت فيها بزاف. او كل عام، كل شهرين، كل اربع شهور، خمس شهور، خصنا تخرج لنا طوندونس ديال ان واحد يغتصب في ولادنا وكيلعب لنا في ولادنا في البحوره، ويلعبوا في ولادنا في الحمام، ويلعبوا في بلادنا في السواخات. باي صفه، باي شرع غتجي انت ابو ركابي تجي تلعب لي انا في ولادي؟ باي صفه؟ كبرتيهم، بزيتيهم، فريد كاع هاد الولد هذا كان ولد جيجي، مش تترغب وتزوق وتبوس لي يدين وتبوس رجلين باش يتزوج بها هذاك اللي تلاقاتو كان سكران ما دايرش فيها تفق الصباح، ضربت معاه الضربه، شاف بان هذه ماشي مرة، هذه انا اللي ناعس معاها، ناعس مع جيجي وجه القرد. ومع ذلك رحم هاد جيجي هادي وتزوجها ولد معاها، ضحيه مجتمع. الى متى؟ الى متى غادي تبقى مشاكلنا نفسها؟ الى متى غادي تبقى مشاكلنا الشاذه المظلمه، المسائل اللي هي تجاوزوها الناس بزاف بزاف تجاوزوها، وحنا مازالين كندورو فيها؟ واش حنا مازالين في 2023 بيانتو 2024 مازالين كنهضروا على واحد اللي كيستغل جنسيا وجسمانيا طفل امام الملأ في البحر قدام الجميع؟ علاش لحقاش كتولدوا ولاد بلا قيمه وبلا شرع؟ لحقاش كتولدوا الولاد بدون مسؤوليه الاخوان؟ لان الطفل غادي تكون عنده 10 سنين ولا 11 عام كيميز ما بين الخايب وما بين الزوين، كيميز ما بين ما هو مباح وما هو ممنوع، كيميز دائما ما بين ما هو واقعي، ما هو خصو يدار، وما هو ما خصوش يدار. ولانه ما يمكنلوش يميز لما كانش عنده الارضيه الاساسيه، والمشكل انها ما كايناش. لحقاش قوى الامهات بحال جيجي الفاشله اللي ما كنعطيش وليداتنا المبادئ؟ المبادئ اللي كتعطي الوليدات هي انهم ملي كيغوت كتعطيه بورتابل باش يجلس يتفرج فيه، ملي كيجي يغوت وكيطلب منك على انك تهضري معاه ولا تكلمي معاه، سكت راني كنهضر مع خالتك، خويك الدروس، ويكملك مع الجناب. اجي الخانزه، الطفل اللي خصو يتعلم من الاب ديالو ما معنى الحرمه ديال الذكر والحرمه ديال الرجل والحرمه ديال الجسم. ما كاينش غائب، اما في الماتشات، اما في الصطادات، اما مع الفاجرات. الى متى؟ الى متى الخنزات المطوطات بحال جيجي كيولدوا لنا الاولاد؟ حنا ما محتاجينش ولاد مطوطين وخانزين، محتاجين لابنه ديال المجتمع اللي كتكونوا. ولا ما كنتيش لابنه ديال المجتمع اللي كتزيدوا قيمه مضافه، ما عندك حتى شي بلاصه في وسط المجتمع. وماشي لحقاش انا اللي كنقولها، الزمان غادي يوريها لك. واخا تكون ملايري، واخا تكون بلايري، لا قيمة لك مضافة في المجتمع. كتعرف تسوق غير البوغاتي ولا تسوق جو نو سي با كو، متعرفش تقول حتى جملة مفيدة، لا قيمة لك داخل المجتمع. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.